لو الحكاية فيها إن فيجو. كلمة بتاعنا اطلب تلاقي 93 مليون فداء بس. تيجي لي النهارده كل سنه ومصر طيبه، جاي عشان مستقبل مصر، جاي عشان مصر بتاعتنا نرجعها تاني، يعني دي اخر خطوه في ان احنا نرجع مصر تاني. بتحلمي بايه البرلمان اليوم؟ بحلم بالاستقرار لمصر ان شاء الله. تحبي تقولي لرئيس الجمهوريه؟ ما انا بقول لك اهو، قلت له 93 مليون فداء تحت امر تبقى فيهم معانا الست العجوزه. يعني سلام عليكم.